النظام الصوتي المالتي زون سيستم، هي عنا الابليكيشن، فينا نعمل سيلكت للروم، في عنا 12 زون. نعمل سيلكت للروم، فينا بعد نختار السورس، في عنا حتى 5 سورس هون. هو كل السورس هي فيرتشوال سورس. فيرتشوال سورس يعني انه ما في داعي يكون في عنا بلوراي دي في دي، كل سورسز متوفره اونلاين، بس نحن نختار التراك اللي بدنا نشغله وفينا نعطيه للزون اللي نحن محتاجينه. طبعا هون فينا نختار نعمل جروب للروم، اي جروب عدد غير محدود، اي روم فينا نجمعهم بجروب واحدة مثل ما نحن هون عاملين اوت دور وعاملين اول، وفينا نشغلهم الساوند سيستم الملف الصوتي اللي نحن محتاجينه. فينا نعمل تيرن اوف اول ذا روم بنقرة زر واحدة مثل ناو. فينا اجين بنشغل السورس مرة تانية، نحن هون عم نستعمل برنامج شوبيفاي. نقدر نتحكم بالفوليوم، نقدر نتحكم برايت وليفت سبيكر، بنعطي بيس او بنعطي تربل، بالاضافة في عنا اكتر من هون نحن عم نستعمل سبوتيفاي، فينا نستعمل اي نوع نحن موجود عنا، او نحن مثل امازون ميوزك، اي كلاينت للميوزك فينا نشغله على هذا التطبيق.